السلام عليكم. هنقدم ان شاء الله النهارده مراجعه عن ريسيفر ميجا سات 3 ساعات اتش دي ميني. هنتعلم ازاي طريقه البرمجه الصح وترتيب القنوات. يلا بينا على التلفزيون. اول حاجه حضرتك بندوس على منيو من الريموت. من الريموت بندوس على اول سطر التركيب، او بالانجليزي بتبقى سيتنج. ندخل رقم سري 4 أصفار. ننزل على قائمة الأقمار، بعد كده على البحث بنختار اوكي على الأمر اللي احنا هنعمل عليه بحث. تحط عليه علامة الأخضر زي ما انتوا شايفين حضراتكم كده. بعد كده بندوس على الزرار الأزرق للبحث زي ما احنا قلنا في أول الفيديو. الزرار الأزرق هو مكتوب عليه بحث، علامة الأزرق. بعد كده الشبكة بنخليها فتح، نوع القناة مجاني. وبعد كده بنخليه بحث دقيق أو بحث عشوائي أو بليند سكان بالإنجليزي، وبنضغط أوكي. أنا طبعا مش هكمل بحث عشان أعمل عليه بحث قبل كده. ومجرد ما بيخلص بتدوس إكزيت، بيعمل حفظ للقنوات اللي نزلت. بعد كده نشوف ترتيب القنوات. بالنسبة لترتيب القنوات بنضغط منيو، من منيو بتختار قناة اوكي. القناة اللي احنا عايزين ننقلها بندوس عليها اوكي، فبيتعلم عليها علامة صح زي ما انتوا شايفين كده اهو. بنزل كده مثلا انا عايز احطهم هنا على 37. مكان ما انا واقف كده واروح دايس على الزرار الاصفر مكتوب عليه نقل. بص هيحصل ايه اول ما ادوس على الزرار الاصفر، اهو اتنقلوا في المكان اللي انا واقف عليه. نجرب تاني كده، نعلم عليهم. هما كده موجودين على كام؟ على 36. هننقلهم مثلا هنا على 25. بص كده مجرد ما تدوس على الزر الأصفر جم على 25. وكده خلصت مراجعة ريسيفر ميجا سات 3 ساعات اتش دي ميني. وإلى اللقاء في مراجعة ريسيفرات أخرى، والسلام عليكم.